عندك كان ما في انت محاصر في النقطة وبدك تدبر كل الحالات اللي بتجي. في حالات مثلا اصابات عصبية يعني كبيرة ما تقدر تدبرها، قد ما اشتغلت فيه هون ما راح يسوي له شيء. فبتم فترة 5 دقائق يعني عم بيلفظ انفاسه حتى هو يعني القائد. مشاكل اكثر باعداد كبيرة للمصابين يعني، يعني اغلب القصف بيستهدف التجمعات مثلا الشوارع المكتظه بسكان، دور اذا في دور عن الخبز او دور عن اي شيء انه بوزع اماكن اغاثه، يعني هي بنستهدف كثير. فبيجي كميه كبيره من الاصابات يعني ما بقدر ما شايف حدا اوقات تعبى كلها، يعني ما في دم محل لا من اماكن بالعينين مشدده ولا اماكن الاستشفاء بالجناح، يعني بفرغ الجناح تقضي مرة ومرتين باليوم حتى على طول الاستشفاء او مشافي الثانية حتى يتمك اماكن للمرضى. هل نحن نقدر عليه مشتغل؟ يعني احيانا مضطر بنفس مشفى واحد مثلا نشتغل 20-30 عملية جراحية في يوم واحد، واحيانا يعني نشوف المشافي الثانية. هل يعني عم تشتغل مشافي بأقصى طاقات؟ يعني نحن بأساس بالحصار يعني إنه نتبع سياسة تقنين للمحروقات وللمستهلكات والأدوية، بس باشتداد القصف يعني لفترات طويلة كأيام طويلة كان شديد كتير، فما قدرنا أي نعمل أي تقنين لا للمحروقات ولا يعني عم يعني نتوقع مع التقنين لك وتخف تخفيف العمل 3 شهور، بس إذا تم هيك وتيرة القصف نفس الشيء جوز يعني شهر ونص يعني.